شايفينها؟ بيرفكت عليك. ايه اللي يقولوا شي شركة هاي شو زوين هو بلانكا بلانكو استوب ها عبد الله لا المطب الكابينة يلا اللي بعده شخبط استوب علي العمري مبروك علي يا جماعة يبغى وخيته ميساء شو اسم اختك؟ ميسم ميسم يا ماما اذا تتابعينا يا ميسم اخوك ارضوا يعني رغبة هذا الرجل بمشاهدة اخته ميسم ميسم وميسم تتابعنا هي؟ ميسم اخوك علي يحبك كثير ويتمنى شوفتك في القريب العاد مش عندنا شركة يا اخوان؟ ها؟ محمد اليابسي تعال ابو يابسي تعال وينه؟ تعال تعال فخار ايه والله ما تذوقونه ذايقنا اول شيء يابسي انت اخر واحد معانا اول شيء نبارك لمن انضم الينا في القريه الرصيديه من الشركات المعروفه شاي فخار نسمع له تحيه شاي فخار اللي صدقوا شرفنا انا اوريك بين المتاجر اللي اسعدتنا بوجودها وانتم صنعتوا ثمار النجاح وباذن الله نشوف براندات خاصه فيكم يا المحازم مبروك لك شاي فخار الله يبارك فيك نبارك لك تبي تقول شيء للشاي انت راعي شاهي واستكان وكذا هي لعبتي لعبتك لعبتي اجل بدي عشان شاي فخار تفضل طيب مبروك الاسعار انا احطها ايه انا احطها اي بدي حلو يلا شاي فخار طيب تبى شاي ها لبيت هذا اكواب مين طيب اكواب مين اكواب مين ها طيب نتكلم على الوقف نتكلم على الوقف بس دقيقة على الوقف اي والله بتكلم يلا يعني المهدي ماهر طيب مشاهدي الكرام كاميرا معي اشتدت الأجواء البرودة خلال هذه الأيام نسأل الله أن يحمي وأن يعني يسخر الخير أو أهل الخير الخير وكلكم أهل الخير بمتابعة الناس اللي تعمل في الميدان من عمالة من محطات هذا كجانب إنساني النقطة الأهم يا جماعة وقف رحماء هذا الوقف الرسمي الذي يساهم ويقدم ويتابع ويساند كل من الأرامل والمطلقات والمساكين والأيتام والمرضى ويتابع ويساند هؤلاء الفئات من المجتمع فأنت نقطة تحول ولو بالقليل بالمشاركة مع الباقات أو على أرقام التواصل أو الحسابات الموجودة فكن متبرع وإن لم تكن متبرع فكن ناشر فالدال على الخير كفاعله أسأل الله جل في علا أن يسعد كل من شارك أو تبرع أخي الكريم أختي الكريمة اجعل بين دعواتك صدقة أو بين صدقتك أو بين دعواتكم صدقة تبرع في وقف رحماء راح تكون سبب في سعادة يتيم وأرملة ومطلقة ومسكين ويتيم فأسأل الله أن يبارك بالجهود من وقف رحماء جمهورنا متابعينا مشتركينا أنتم مكانكم أنا برجة ارتاحوا بعيدا عن يعني الأحداث اللي صارت يعني تكسير يعني نبغى نهدي الليفل شوي راح نص البرنامج دخلنا الآن في النص الثاني المهمة صارت صعبة الجمهور صار يعرفكم صار يعرف تحركاتكم يعرف أسماءكم يعرف وجودكم مختلف كل واحد له كاريزما معينة مساعد قاعد يوزع ابتسامات احس ان يعني استهتار واستهبال الله رب الكعبه مو استهتار لا لا عادي يعني الابتسامه في وجه اخيك صدق المخده اللي حولك احنا يا شباب نحرص على دائما الهدف السامي اللي نبذل ونشتغل عليه هذه نقطه هذه محطه من محطاتك تعاملت مع الشباب كلكم جميلين والله العظيم كل واحد عنده كاريزما حلوه كلكم ما شاء الله تبارك الله كلكم روحكم حلوه كوميديا فن ابداع كلمه صوت سواليف ما في حد ساكت يعجبني حضوركم كلكم سواسيه ما في حد على الثاني كلكم ممتعين دائما استمروا على هذا الليفل اتمنى لكم التوفيق وموعدنا ان شاء الله الاحد القادم ثلاث يعني طلبات ذكروا الشباب وانا انقلها باسم الشباب اتمنى من الكنترول وتكفون ذكروها فيهم قول ابراهيم قالها الشباب فيصل الله يعني يطول بعمره ذكرني مباراة منتخب في الدور 16 قادمة مع كوريا وجودنا مؤازرة الأخضر مهم جدا
اليوم الجماهير موجودة في قطر لمؤازاة نجوم الخضر في قطر. الشباب محرومين، أتمنى من الكنترول من الإدارة اسمحوا لي شباب، إيه والله والله اسمحوا لي اسمحوا لي، وأنا مستعد أتكفل بالأسيفر والبث المباشر، بس إنه يعرض للشباب إيه. أتمنى الرد العاجل، اعلنوها في كلام اليوم، أتمنى رد بكرة وجهك، أتمنى تردون عليه في الوقت العاجل. شباب طالب الكنترول، أنا ما نبقى قاعد أجد الشباب، وهذا السماعة بشيلها لأنه قاعد تصافق مع الكنترول. لا 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 ما برد عليهم أنا. إبراهيم مثل المرة احتراما للشباب. إبراهيم طيب أتمنى سام سعد خلينا نكمل لأن كلامي مهم جدا. مباراة متى مباراة فيصل؟ الثلاثاء القادم، باقي 48 ساعة تفصلنا عن المباراة المصرية مع كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية مباراتنا معهم وين؟ كوريا الجنوبية الثلاثاء القادم. طلب حطوا هاشتاق المعيد يطالب بعرض المباراة لنجوم جد رصيدك، حطوا هاشتاق ولع الدنيا فمان الله. الحين انت قاعد تدلع، وش سويتوا يوم طلعنا؟ والله تصدحنا، ما انتم مرتاحين صح؟ طاغي فاقدين طاغي اربع عطورات انت حاط غيرها معها اشياء. والله حطيت لها 800 دولار، ما ادري 980 بديت ناس يعرفونكم اول ما دخلوا المستشفى صكوا علينا في ذمتك. شخصي ايوه قال دحام بندر شالوني بسيارة خاصة وشالوني بسيارة خاصة وشالوني بسيارة خاصة جو الناس كده واخر شوي وعطونا اكسجين عشان من الناس اللي ضغط عليهم. صدقني ما حد سأل عنك. انت مين؟ لا لا هذا شوف شوف شكله شباب. سلام عليكم. بوب حسن بوب حسن بوب حسن. ايوه ايوه كمل صح حسن. لا ما انا شباب كمل جوال ايوه دحام عطر ها تقول رحت وين رحت وين رجع الغطعه من هنا رجع قولوا خلينا رجع عرفونا خذوا سياره خاصه قالوا نحبكم بدنا نحبكم بعد ثنائيه المطعم قالوا انتم رجعوا لنا
شباب. زدت الجيم تسابق المطعم يدور.